هادشي اللي قلنا، بغيت كندير واحد لو جالب وعرفتو غادي يعجبكم. فدبال سميتو شيفال، شيفال غوس. الوغ شيفال غوس فوالا، شوفو كي داير فريمون زوين. غانا ندير واحد الكويش زوين رويقي وخفيف. طبعا دي بالم راه كاينه عند حبيبه. شوف دابا قبل ما تسولوني على اشنو لابسه، اشنو ولفتنا انيا بريفيليج، ولفتنا النخوه في البلدية افيك اون توش روميه، ولا النخوه في الروميه افيك لا توش بلجيه، تكسيطه القفطان الجلابه، اي حاجه زوينه على يد انيا بريفيليج. شوفوا فهذا قفطين فوالا نتاع برا، قفطان كخرج كيجي هذا من التحت سامبل. شوفوا لي كولور كيفاش دايره، وكيجي هذا الاورانج الكتريك. طبعا انا درتو مع الاورانج ديالي لي كاسيدي، وحاولت نخلي شعري سامبل بهاد اللويا سامبل. بصراحه عجبني الحال، وهزيت ان ساك فهاد لا كولور غوز بودغي. ودابا جي روشو من سويس عربيان الكوفري ديالي، ولا الهدية ديال العيد. كنشكرهم بزاف. جي روشو دو بوكس. انا غادي نحل قدامكم البوكس الاول، نشوفوا اشنو فيه. نعاود نحل الثاني، نعاود نحل الثالث، نعاود نحل، كاينين غير جوج. فوالا الوغ جو بونس كو هنايا عندي مبخره من بين المبخرات البيست سيلر اللي كاينين عندهم. جو بونس نبات هذا ولا المبخره اللي قلت لكم البارح عويشام ديال الفنزان، كتجي فريمون زوين. الوغ شوفوا البخره كيفاش دايره، رويقيه زوينه. كتفكرنا بالعود. سينياتور باي سويس عربيان، موديل زوين من بين الموديلات الزوينين اللي دائما كتخرج سويس عربيان. انا جي ادوري، اي لو بري ديالها تري ريزونابل. ف جو بونس سي 240 ولا 250 تيرا. فوالا كتجي بحال ما هكا، كتحط العود ديالك وكتحطيها ديكوري صغيوره وزوينه. وتا بنادم من بعيد ما غاديش يقول باللي راه مبخره. فدابا غادي ننتقلوا لحاجه اخرى، غيستي كونيكتي. غادي ننتقلوا البوكس الثاني، كاين اوفر ديال العيد كما قلت لكم البارح، كما صورت لكم من عندهم زوين نتاع بزاف لي بارفان زوينين باي سويس عربيان اللي دايرين فيهم 15%. فغادي نشوفو هاد الاول، ومن غادي نشوفو هاد الثاني. غيستي كونيكتي، انا عاجبني الحال عند سويس عربيان. الوغ لي غلامور، شوفوا لي بارفان لي اختاريت نشارك معاكم. اولا طبعا عرفتو شغف عود ديال سويس عربيان من العود اللي زوين ومن لي بارفان اللي غادي ندوي لكم عليه بزاف في هاد ستوري هادي. اونسويت غادي نحافظ انا على هاد لابوشيت ديال البارفان. ensuite دابا عندنا هنايا، فانا جو ديكوفر معاكم صراحه هديه سويس عربيان. ميرسي بوكو سويس عربيان ماروك لي ليختيكوم، دائما كيكبروا بالناس، دائما كي يديروا الجديد. فوالا هذا العود طبعا غني عن تعريف ديال عود الحرام.
Alors, طبعا استوار ديال شغف معروفه، سي بارمي لي بارفان لي بيست سيلر ديال سويس عربيان. هادي ما ليها لا نقاش لا حتى شي حاجه. اي واحد كيبي يبدا ولا كيبي يجرب سويس عربيان الا وكيبدا بلو بارفان شغف. علاش لو بارفان شغف؟ اول حاجه لانه يونيسكس، يقدروا يديروه الرجال والعيالات. ثاني حاجه لانه فيها واحد لو ميلونج ما بين العود بخاليني الزعفران زغبا الفاني، اللي كيخلي واحد لو بارفان كيبقى سونساسيون ديالو زوينه. كتشوفي فاش كتشمي شغف ولا فاش كيدوز من حداك شي حد داير شغف، كتجيك ديك القشعريره، كتعرفي بلي داير هاد لو بارفان، كتعرفي بلي شغف حاضر. ف استوار ديال شغف مع سويس عربيان ولا مع البنات اللي كاين. ف غادي نهز غير شوية. عاتشي واحد الريحة فيه بواخ كتير هادشي اللي درت، وغادي نريحكم ونعطركم تنتوما معايا. يا سلام، قسما بالله العظيم ما كرهتش نخشيكم كاملين عندي هنايا. ولا كنستمتع، وما دام انني كنستمتع الا كنبغيكم تستمتعوا معايا، في سورتو فاش تكون حاجه. ودابا جلست باش نشرح لكم مزيان التركيبه تاع الدخون الحرام. البخور ديال اللي بغيتي، بخور ديال الدار، بغيتي تبخري المحل ديالك، بغيتي تبخري حوايجك، بغيتي تبخري حتى راسك، فعليك بهذا الدخون الحرام اللي كيجي بحال ما كتجمع معجون عجينه اليد، مكركب باليد، تركيبه يدويه على حقها وطريقها، مصوبه بلاباس ديال العود، فيها اش منك يا خزامه، اش منك يا مسكش منك يا، يعني حويجات اللي فيها تركيبه زوينه، كتخلي البلاصه اللي كتلقي فيها واحد شويه من هذا كتنعش، وكتعطيك واحد الريحه زوينه ومده طويله. فمن بين البيست سيلر ديالهم هو هذا الدخون الحرام اللي انا بوغ موا عجبني بزاف. البارح كي دخلت عندهم لقيت البنات طالقينو، شميتو، تخيلو خرجت بقات لي الريحه في حوايجي، وعطات لي الريحه حتى في الطوموبيل. ف دابا قبل ما نختم لو بارطاج ديالي اللي كان تري تري سانسير، اول حاجه بغيت نشكر سويس عربيان على الهديه الزوينه ديالكم. وثاني حاجه نوبلي با بلي هاد سواء هاد الدخون او لو بارفان شغف اللي حطيت معاكم اللي حطيت لكم، راه كاينين دي زوتر بارفان اللي parmi les best seller عند سويس عربيان، وكاينين دي زوتر دخون اللي زوينين حتى هما، على حسب الذوق ديالك، على حسب انت الرغبه ديالك اشنو بغيتي. سويس عربيان كتقربك، انت غير قولي دخلي عندهم وقولي لهم حلمي تشهالو بارفان اللي بغيتي، كيجبدوه لك واجد، لانه فريمون عندهم تركيبات كثيره، وعندهم انواع نتاع العطور كثيره وزوينه. وطبعا راه غنيه عن تعريف سويس عربيان، يعني ما غاديش نجي انا باش نشكرها لكم، راه اسم على مسمى في السوق. العيد هل فرحته لما الشمل في جيده، محلى هوا صبحيته، كل عام وانتم بالف خير. كلامور صباح النور. الوغ ما بغيتش نطلع لكم قبل ما نجي عند سيرين، اش بغيت تقول لهم؟ تاتا ستاينا وبابا سعيد باش تنيتي شهر الله. والكلامور غليت؟ لا ما غليتش، لي لابس وبابا سعيد باش تنيتي شهر الله. كويدا.